أن الشفاء رقم واحد موجود في القرآن، وبعد ذلك تأتي الأدوية وما سخره الله لنا من أغذية وعسل وغير ذلك. كلمة شفاء ذكرت في القرآن 4 مرات. ركزوا معي أيها الأحبة، كلمة شفاء ذكرت 4 مرات، 3 مرات مع القرآن ومرة واحدة مع العسل. ليقول لك الله سبحانه وتعالى إن 3/4 الشفاء موجود في القرآن، والربع موجود في العسل والأغذية والأدوية وغير ذلك، ما أنزله الله من أدوية لنعالج بها أنفسنا. ولكن القرآن هو الأهم أخي الحبيب. اليوم أنا أحب أن أعلمكم أو أوصل لكم بعض الآيات التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي آيات بسيطة جدا معظمنا يحفظها، آيات الرقية الشرعية. والرقية الشرعية ليس لها آيات محددة أيها الأحبة، هذا موضوع اجتهاد. يعني أنت قد تعاني من مشكلة معينة وتعتقد أو تشعر أن هذه الآية لها معنى خاص يلامس مشكلتك، فتكرر هذه الآية وتقرأها باستمرار فيذهب الله عنك هذه المشكلة. أهم، انتبهوا أيها الأحبة، أهم شيء في الرقية الشرعية هو سورة الفاتحة، لذلك تسمى الشافية. اقرأ سورة الفاتحة 7 مرات، هذا يعني على رأس أولوياتك يجب أن يكون. أي مرض يصيبك اقرأ هذه الآيات والسور، ثم إلجأ إلى الطبيب. والنبي أمرنا أن نتداوى أيها الأحبة، أمرنا النبي قال تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. لذلك ولكن في البداية التجئ إلى الله واقرأ آيات الرقية الشرعية، ثم سييسر الله لك الدواء، سييسر لك العلاج ببركة هذه الآيات، لأنه ليس كل إنسان يصل إلى العلاج الصحيح أيها الأحبة على فكرة. يعني فإذا قرأت هذه الآيات سييسر لك الله العلاج، وقد يصرف عنك الشر ويصرف عنك المرض من دون أن تشعر. وأنا أنصح كل إنسان صحيح ليس مريضا أن يقرأ هذه الآيات ليصرف الله عنه الشر، لا تنتظر حتى تمرض أخي الحبيب. الآن اقرأ هذه الآيات، سورة الفاتحة 7 مرات، وأول سورة البقرة أول 5 آيات، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى وأولئك هم المفلحون. هناك بعض الكلمات في سورة البقرة مهمة جدا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، هذه كلمات مهمة وضرورية لكي يكفيك الله شر السحر والمرض والأذى والحسد وغير ذلك، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وهناك أيضا مقطع مهم في سورة البقرة، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، طبعا هذه كلها تكررها 7 مرات، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. على رأس آيات الشفاء تأتي آية الكرسي، الآية 255 من سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. آية الكرسي ضرورية جدا أن تقرأها ولو مرة واحدة. ومن الضروري جدا أيضا سورة قل هو الله أحد والمعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، على الأقل تقرأها 3 مرات كل واحدة. يعني تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، سورة الفلق 3 مرات، سورة الناس 3 مرات. الآن هناك نصوص في القرآن أخي الحبيب، نصوص كثيرة جدا، يمكن أنت أن تختار بعض النصوص، ويمكن يعني أنا بالنسبة لي أجد أن هناك نصوصا مثل النص في بداية سورة الصافات، والصافات صفا، هذا النص أول تقريبا يعني الآيات الأولى منه لعند قوله تعالى فأتبعه شهاب ثاقب،
من عند والصافات صفا إلى فأتبعه شهاب ثاقب. هذه الآيات تحفظك من شر الشيطان، من شر، لأن فيها قوله تعالى وحفظا من كل شيطان مارد. هذه الآية تكررها أثناء كلامك 7 مرات وأنت تقرأ بداية سورة الصافات، تكرر فأتبعه شهاب ثاقب، عفوا، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد، وحفظا من كل شيطان مارد. هذه الآية مهمة جدا، أن في حفظك من شرور الدنيا وشرور الشيطان وغير ذلك. من الآيات المهمة جدا أيها الأحبة في أواخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، إلى قوله تعالى وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. من الآيات المهمة قول سيدنا موسى عليه السلام: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، دائما تكرر 7 مرات، ثم تقول إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه الآية تقيك من شر السحر ومن شر الأذى، لأننا محفوفون بمليارات الشياطين أيها الأحبة، نحن غافلون عن هذا الأمر. مليارات من الشياطين موجودون يعملون على إضلال البشر ليلا نهارا، لذلك لابد من وسيلة نحمي بها أنفسنا. وهناك آيات كثيرة كثيرة جدا، ولكن أنا يعني استعرضت أهم الآيات. وإذا كان لديك رغبة تقرأ أكثر سورة ياسين، سورة ياسين لها مفعول السحر على كل الأمراض. والله أيها الأحبة تقرأ سورة ياسين ولو مرة واحدة، إذا استطعت أكثر أفضل. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، كلما أكثرت في الذكر لك أجر أكبر عند الله سبحانه وتعالى. ومن السور المهمة جدا سورة الطور، أيضا سورة الطور من الآيات المهمة. في سورة الرعد آية مهمة جدا لاطمئنان القلب، الله تبارك وتعالى يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كرر هذه الآية 7 مرات، وأكرر أخي الحبيب لا تنتظر حتى يأتي المرض لعندك، كرر هذه الآيات واطلب وادعو الله أن يصرف عنك شر المرض من قبل أن يأتي ومن دون أن تعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا ويقيكم شر الأمراض وشر السحر وشر الشيطان الرجيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.